بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم كرامة الثأر له مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. وأعظم لكم الأجر مرة أخرى بعزيزنا الذي فقدناه في الملتقى، عبد الله العتبي رحمة الله عليه، وإليه إلى روحه وإلى أرواح المؤمنين، لا سيما قادة النصر المراجع العظام، نهدي ثواب سورة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الانتظار بطبيعته انتظار الفرج يؤدي إلى عدة منصات من الأمل، وفي كل منصة لنا احتياج خاص، وتؤدي لمؤديات خاصة جدا. من المهم على المنتظرين أن يتعرفوا عليها وأن يستندوا إليها في نفس الوقت، باعتبار أن حراك الانتظار يتضمن الكثير من العقبات، الكثير من المطبات، الكثير ربما من الأخطاء، من الانفعالات، من تدابير العدو وما إلى ذلك. وبالنتيجة يمكن لمعين الأمل أو لمخزن الأمل في نفوسنا أن ينضب شيئا فشيئا، لا سيما مع دوام أو طول العهد، مع تأخر الأيام، طبيعة الإنسان يمل الأمل ويحوله إلى عكسه. لكن دعينا إلى انتظار الفرج، ووصف انتظار الفرج بعنوانه أعظم الأعمال، أحسن الأعمال، أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأوصاف في جملة ما يراد منها أن تدفعنا إلى التمسك بالانتظار. وكما أشرت، كل انتظار يؤدي تارة إلى الأمل بيوم موعود، سيأتي يوم لا بد من أن يأتي، وهذا اليوم يتحقق فيه فرج الناس. هذا نمط من أنماط أو منصة أولى من منصات الأمل. لكن مجيء هذا اليوم مقترن أيضا بيوم بأمل من نوع آخر، وهو أن هذا الفرج الذي يتحقق معه فرج المشروع الذي انتظرنا من أجله ذلك المنتظر. يعني انتظرنا رجلا سيأتي من أجل تحقيق مشروع، هذا المشروع عبر عنه بأنه إقامة القسط والعدل بعد أن تملأ الأرض بالظلم والجور. نفس هذه القضية تؤدي بنا إلى منصة ثالثة، باعتبار أن تحقق الانتصار لا يعني ضمان الانتصار. مرة أنت تنتصر، لكن بعد شهر شهرين أقل أكثر يخطف منك الانتصار، تذهب الأمور إلى غير رجعة،
أو قد تتجه باتجاه معاكس. بينما هنا حينما يقال بأن القسط والعدل سيهيمن على كل العالم بعد أن هيمن الظلم والجور، هذا يعني أن الانتصار الذي يتحقق سوف يكون مضمونا إلى نهاية الطريق. وهذا بطبيعته مع أنه يعطينا شحنة كبيرة من الأمل، يعطينا زخم كبير أمام كل المصاعب والمعوقات والمطبات التي تأتينا في الطريق، غير أنه يحملنا في نفس الوقت مسؤولية الاندفاع لتحقيق هذا الانتصار ولتحقيق ما يترتب على هذا الانتصار، باعتبار أن الاندفاع باتجاه الانتصار يحتاج إلى زخم، والزخم لا يمكن أن يتولد من لحظة عاطفية فقط أو من اندفاع عاطفي أو نتيجة لأفكار لها ظرفية محدودة من الزمن، وإنما تحتاج إلى مداومة، وهذه المداومة سيكون الأمل بإمكان التحقيق هو وحده عنصر أساسي من عناصر نجاح الأمل. اليوم أنت من تريد تقاتل عدو وأنت متردد هل يمكن هزيمة العدو أو لا يمكن هزيمة العدو، بذاك الوقت نمط الإرادة الذي يتولد فيك سيبنى على أساس الشك، تصير ما تصير، نقدر ما نقدر، هذن كلهن عوامل عادة تؤدي إلى إحباط المسعى، تؤدي إلى ضعف الهمة، ومع الصعوبة التي تأتي يمكن الإنسان أن يقتنع بالفعل هذه القضية صعبة وما تصير. يعني افترض أنت في معركة من المعارك وعندك شك أنه هذه المعركة صعبة جدا ما نقدر نحققها ما إلى ذلك، بهالأثناء انقتل أحد القادة، شنو اللي راح يصير؟ راح تصير انعكاسها ضد الأمل، انعكاس كبير جدا. بينما لما أنت تكون متسلح بأمل بأن الأمر سيتحقق حتما، بذاك الوقت إذا خسرنا قائد هنا، إذا انضربنا في المكان الفلاني، إذا تعرضنا إلى المشكلة الفلانية، إلى الخسارة الفلانية، نعلم بأن مآل الأمور ستنتهي إلى النتيجة المرجوة. ولذلك القرآن الكريم حاصر هذه القضية حينما أشار إلى أن كل الذي يبتغيه القوم منا أن يوصلنا إلى واحدة من حسنين، كل اللي يريدون يسووه هو إما أن ينهزموا فنحصل على النصر، وإما أن يهزمونا فنحصل على الشهادة. وبالنتيجة انظر إلى موقد الأمل، إيش قد راح يبقى متوهج وإيش قد راح يبقى غير قابل إلى أن يسقط أمام الإحباطات وأمام المنغصات التي تأتي في هذا الطريق أو في ذاك الطريق. واحدة من العناصر المهمة في تحقق منظومة الأمل هذه، وهي تواجهنا دوما أثناء عملية الانتظار، وضعت قصة علامات الظهور بعنوانها الآلية التي تعطينا مصداقية لهذا الأمل، تشعرنا بأننا نقترب، بأننا أصبحنا على وشك أن تتحقق الآمال الكبيرة. لكن هذه العلامات إن لم نفهمها، إن لم نعرفها، إن لم نحمل منها الدلالات التي تؤكد لنا بأن ما يطرح هنا هو ذات العلامة التي طرحها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عند ذلك سنفقد هذه القدرة. إذا ما عرفنا العلامة كيف نستدل عليها أصبحت العلامة مو علامة، لأن العلامة مهمتها أن تدلنا، فإذا فقدنا الدلالة على نفس هذه العلامة فقدنا كل الدليل من أصله، بعد ما عدنا. وإذا افتقدنا الدليل معناها اليأس راح يكون هو سيد الموقف، أو أن نحرم من
حالة الأمل التي يفترض أن هذه العلامات تؤدي بنا إلى أن نحصل عليها. ليش إحنا نحتاج إلى الأمل بهذه الطريقة؟ ليش هذا الإلحاح بهذه الطريقة؟ الآن لو نظرنا إلى ساحة الغيبة الكبرى، ولو قيل إن أنه هذه الساحة هو بالنتيجة المؤدى لهذه الغيبة أن تنتهي في يوم محدد الله سبحانه وتعالى يعلم به، لكن هذه الساحة زودنا في داخلها بآليات من شأنها نتخلينا نتقدم حتى لو لم نلتفت، حتى لو ما ننتبه أو ما نريد، هي الساحة تتقدم شيئا فشيئا. الآن ما بين إن موعدنا على الجسر ببغداد ويحضرون 100 و200 و300 ونوصل الآن إلى 8 ملايين زائر، هم كلهم يؤدون إلى حالة أساسية هي أن لهم موعدا يريدون ألا يخلفوه مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بأسباب متعددة، كل واحد عنده سببه، كل واحد عنده فكرة معينة. بس هذا اللي جاي بناء على عاطفة، هذا اللي جاي بناء على أنه يشارك الآخرين، لكن بالنتيجة هذا الشيء الذي وضع أمامنا هو بالنتيجة يحقق نتائج حتى لو لم نقصدها بنفسها، هو يحقق هاي النتائج. لكن أكو في نفس حراك الانتظار أكو آليات ما تجعلنا نبقى أسرى للمسار العام الذي يشترك فيه من يعرف ومن لا يعرف، وإنما يمكن أن يتصدى من يتصدى لعملية الإسراع في حراك الانتظار بالشكل الذي يمثل نقلة نوعية في الحركة العامة. بمعنى إحنا زودنا بآلية عامة اسمها أحيوا أمرنا، أحيوا أمرنا بأي طريقة سوف تتجه هذه الملايين مع الأيام لتحقيق هذه القضية، لكن من الذي سيحولها من الكم إلى الكيف؟ من اللي يحول المجلس الحسيني لمجرد المجلس إلى حراك للتغيير الاجتماعي وإلى التطور الاجتماعي ولتحقيق حالة النهضة من أجل القيم، مو مجرد أفكار أسمعها وأصدق وأقول الحمد لله هاي الأفكار صارت بذهني أنا إذن أصبحت من أدوات إحياء الأمر، لا، وإنما أعمل على تحويل عملية إحياء الأمر من في ذهني أحولها إلى منظومة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحراك في الوسط الاجتماعي. بذاك الوقت هاي المسارات العامة راح يصير بيها تسريع، لكن تسريع من من؟ تسريع من نخبة. هذه النخبة ما تكتفي بالمسار العام، ما تكتفي بكلمة احيوا أمرنا، وإنما تذهب لتحويل إحياء الأمر من مجرد عمل فردي، عمل ذاتي، إلى مؤسسة من أجل إحياء الأمر. وحتى أوضح المقصود، لو قدر أن مسار الغيبة مشى من دون وجود حراك الإمام الخميني قدس الله روحه الزكية، هذا الحراك سينتهي إلى الإمام لا شك ولا ريب، لكن متى؟ هذه قصة، شو وقت تصير قصة. أما أن يأتي هذا الرجل ويستعين بالأطروحة المهدوية، واللي مطلعين على كتاب الحكومة الإسلامية، واتفاقا هذه الأيام هي أيام تحقيق هذه الحكومة، كتاب الحكومة الإسلامية تقرأه من الأول إلى الأخير تجد أن الأطروحة المهدوية مهيمنة على كل المشروع، كل المشروع من أجل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي فعله هذا الرجل؟ أخذ هذه الأفكار،
حولها إلى مشروع للحراك الاجتماعي، سواها تظاهرات وسواها اعتصامات وسواها بيانات ومواقف سياسية وتصدي إلى الدبابات وإلى آخره، أنتج النتاج الأول اللي هو جمهورية إسلامية. بعد ما كانت حلم أصبحت حقيقة. ثم أجت المشكلة الثانية، كيف يمكن لهذه العملية التي سرعت من المسار أن تضمن تطبيق المسار نفسه أو تحقيق أهداف المسار نفسه؟ تعرضوا إلى مخاضات كثيرة. اليوم إحنا أصبحنا في واقع اسمه أن مسار الانتظار أصبح مسلحا، أصبح مقتدرا، أصبح ذا قوة تبز قوة الآخرين بحيث تردع الآخرين، أو أن الآخر حينما يريد أن يتصدى بالضد من هذا المسار ما الذي يحصل؟ يحصل أنه يفكر هؤلاء ما الذي سوف يفعلونه، ما الذي سوف يردون عليه. الآخرين مسلحين بأسلحة هي ما يعبر عنها في الرواية بأن الظلم والجور هو الذي يهيمن على العالم، بمعنى كل أسلحة الظلم والجور موجودة في المعسكر الآخر. اليوم إذا نشوف هذا المعسكر جاي يتلكى، جاي يتردد، جاي يفقد قدراته، علينا أن نعرف أنه أكو في المقابل عمل أدى إلى تسريع عملية الوصول إلى الأهداف. الآن في كل هذا الوضع اللي إحنا نمر به، احذف شيء اسمه جمهورية إسلامية واحذف شيء اسمه الإمام الخميني قدس الله روحه الزكية، شنو اللي راح يصير؟ نشوف المستضعفين بلا إعانة. فراح ترجع القضية إلى الآليات طويلة المدى طويلة الأمد، ولا يعلم متى ينتهي هذا الطول. أما حينما جاءت قوة مسرعة حولت الأفكار إلى عمل وحولت الأعمال إلى رؤية للوصول إلى النتائج المطلوبة، وبعد ذلك قدمت التضحيات، صبرت الصبر اللازم، ثبتت الثبات المطلوب، وإذا بينا نشوف العملية شيء آخر. اليوم أقسى أعداءنا في مسار الانتظار ينظرون إلى قوتنا نظرة ملؤها الرعب وملؤها الخوف، وهذا اللي جاي تشوفوه الآن أنتو بعنوان أمريكا راح تجي وراح يجيبون دباباتهم وطياراتهم ومدفعيتهم ما إلى ذلك. ليش يسوون؟ خلي يريد يسوي خلي يروح يسوي، ليش يجي يحكي؟ ليش يجي ينشر دعاية أنه أجوكم أجوكم؟ لو عنده قدرة كان يسويها مثل ما قبل، كان ما كان يستأذن من أحد. الأمريكي يجي يقصف براحته، يضرب براحته، يعتدي براحته، يحتل براحته، ما حد يقول له على عينك حاجة. أما اليوم يهدد بلا، لكن التهديد غالبا هو للإعلام أكثر مما هو إلى الواقع. ولو حصل أنه نفذ على الواقع لن يأخذ الشيء الكثير. قبل الضربة الواحدة تؤدي إلى أن أمة بكاملها تصاب بالعطب، ضربة واحدة. اليوم يضربون يضربون يضربون، هذه اليمن اللي هي البلد الفقير تضرب مئات المرات، وبعدهم تجمعاتهم المليونية تصيح الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، ومع أنهم هم البارحة ضربوا ضربات مكثفة جدا ما اهتموا. هذا يجب أن ينظر إليه ضمن مسار فهمنا للانتظار وكيفية تحقيق المطلوب من الانتظار. ليش؟ لأنه راح يجرنا هذا الأمر إلى واجباتنا في الغيبة. أمام هذه الواجبات نشرت ولأسباب الله أعلم بها، لكن في داخل أوضاعنا نتيجة لوهم، نتيجة لسذاجة، نتيجة لعوامل أخرى أيضا، أنه ما يصير النشارة أبدا
وتكمل البقية، أو ما راح يصير أي شيء يخدم الإمام إلا الإمام نفسه هو اللي راح يعني يحقق المطلوب، وما نقدر نسوي أي شيء ولا معنيين إحنا بأن نسوي أي شيء، ننتظر الإمام هو اللي يجي حق. مثل هذه المقولات شنو كانت غايتها؟ هي تعطيل الإرادة، تعطيل عملية نزوع الإنسان إلى أن يسرع في الموقف. حتى أوضح أكثر، الآن لو إحنا كنا في يوم بدر، من ننظر الآن إلى بدر ننظر إلى نتائجها وما حققتها، لكن روح إلى يوم بدر الأول والمسلمين طرح عليهم خيارين، شو نسوي؟ فقسم منهم قالوا له رسول الله أوقف، لا تتقدم أكثر من هذا، إحنا حققنا المطلوبة، قريش خافت وما دام انسحبوا وهم إحنا هم ننسحب. وبتعبير فلان إنها قريش ما ذلت منذ أن عزت وما آمنت منذ أن كفرت، ما براهم نتيجة، خلينا ننسحب. لكن اجى اتجاه آخر اللي هو اتجاه المقداد ابن الأسود الكندي رحمة الله عليه ومقداد أبو الهيثم ابن التيهان قدس الله روحيهم، ذولا شافوا موقف مهاجري قريش، هذا الموقف اللي تصدوا بعض المهاجرين، تصدوا إلى أنه يا رسول الله كافي لهنا وكافي ما نقدر، ذولا راحوا إلى رسول الله، يا رسول الله من الأنصار كأنك تعنينا، رسولها من سمع ذاك الكلام ظل يتلفت، أكو رأي آخر؟ وهو مبلغ بأنه فإذا عزمت شنو؟ فتوكل، لكن أراد القرار قرار الأمة نفسها، مو بس هو قراره. أجا المقداد قال له يا رسول الله إنا لا نقول لك ما قالت اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، إحنا هم نقاتل وياكم، أنت انتخب أنت قرر. شنو اللي صار لو أن اتجاه الهزيمة النفسية والهزيمة الفكرية اللي كانت مهيمنة على هؤلاء الذين قالوا لرسول الله إنها قريش، هذه أمريكا، هذه بريطانيا، هذه إسرائيل، شلون نقدر؟ هذه مقاييس اليوم، مقاييس الباحة إنها قريش. لو قدر أن هذا الاتجاه هو اللي غنم، هو اللي مشت عليه بدر، تقدر تتأمل مسيرة الإسلام وين كانت تصير؟ شوية استعيدوا هذا المنظر وطبقوه على، أو استعيروا طبقوه على معايير اليوم. لو لم تكن الجمهورية الإسلامية موجودة ضمن عملية تسريع المسار، هسه تقبل بيها ما تقبل بيها، سوت خسارة سوت كذا أشكال وأرناك، هاي الأعذار تطلق، صار عندهم الخطأ الفلاني، صار عندهم الموضوع الفلاني، ما أيضا تمشي. لكن القدر المتيقن أنه أنت الآن عقيدتك أصبحت مسلحة ترهب الآخرين والآخر يرتدع بهذه العقيدة وما إلى ذلك، أصبحت رقم استراتيجي على المستوى العالمي. من وين اجت هاي القضية؟ لو مستمرين على الآليات العادية اللي هي حجة الأئمة علينا، تصيرون ما تصيرون غصبا ما عليكم تتجهون بهذا الاتجاه، بمعنى احنا الأئمة من قالوا لنا على زيارة الأربعين ما قالوا لنا ترى راح تصير مليونية وما لنا، قالوا من زار جدي الحسن روحوا زوروا، هاي الكلمة بعد ذلك احتضنتها الأمة، حولتها إلى ماذا؟ إلى فعل.
أصبحت مو مجرد زيارة وإنما مظاهرة عالمية، عملية تعبئة هائلة. دخلنا شباب شيعة أهل البيت، دخلوهم بميرانات كثيرة وبوسائل متعددة غير معلنة للتربية، للتعليم، للتعبئة. كل هذه الأمور موجودة في داخل هذه الزيارة. لو أنه عشاق الحسين ما حملوا هذا العشق وأرادوا أن ينفذون كل ما يتمكنون من عنده، طلبوا من عندنا أن نحب الحسين، أحببناه. أكثر من ذلك شنو اللي مطلوب؟ من ما يتحول إلى عشق تبقى مجرد زيارة، أما من يتحول إلى عشق يصير بيه إنفاق، ويصير بيه تحمل تعب، ويصير بيه تحمل مسؤولية، ويصير عملية تراحم، وعملية تحابب، وعملية اعتماد، وعملية تعارف اجتماعي، وعشرات القضايا خلال هذه القضية. بدأت وكأنها سياق عام، لكن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يعرفون أن مآل هذه الأمور ستؤدي بمجموعة تعمل على تسريع المسار. اليوم إحنا في حراك الانتظار، إحنا مدعوين للتفكير بوسائل تسريع القضية، تسريع الأمور. إذا نريد نتكل على الاتجاه العام إحنا مو برأي ذمة، لكن هذا ما بي تسريع، هذا راح تبقى مثل واحد يغنم في تجارته مال، يغنم وراء مال ثم مال ثم مال ثم مال، أرقام كلها كمية، يصير عدة في دفتر حسابات، اليوم ألف باشر 5000 عقب 10000 وكلها تبقى آلاف، ما كفت شيء عملي يحول هذه الأرقام إلى مادة نوعية تعطي أرقاما أعلى بكثير من ذلك. أنت من تنظر إلى عمامة أهل البيت بغض النظر من الذي يرتديها، وهي تدخل الأمم المتحدة والرؤوس كأن على رؤوسهم الطير، رؤساء العالم كأن على بس هذا المنظر أخذه. قبل أنت يعني أنا أتذكر بعض الأحداث، دخلي يسمعون، بس خلي يسمعون أكو شيء اسمه شيعة. اليوم أنت تدخل من الباب الأعرض وتستقبل بمنتهى الكرامة وتلقي بكل أفكارك بمنتهى العزة وبمنتهى المنعة. هذه العملية من إجتي؟ اتركوا شغل السياسة، ما جاي أتحدث الآن أنا سياسة، أنا جاي أتحدث في طبيعة مسارنا ضمن حركة الانتظار. اليوم هذه الحركة لو رفعت عنها ضمن مسارات اليوم، رفعت عنها وجود شيء اسمه مسيرات، اسمه صواريخ دقيقة في تصويب الهدف، اسمه جماعات تقف على الحدود ولا تبالي بالموت، شنو كان يمكن أن يصير لمسار الانتظار نفسه؟ حتى أوضح، إحنا في يوم من الأيام في ثورة 20 وصلنا إلى اقتدار عالي جداً، وأرغمنا العدو البريطاني أن يفكر بنا آلاف المرات ويفكر بقلق أيضاً. وصلنا إلى الانتصار، ضحينا وصبرنا وثبتنا ومراجعنا متقدمين وشهدانا متقدمين، جرحانا بالآلاف إلى آخره، نتيجة كبوة الآن ما تدش تسميها حقيقة. انقلب المسار رأسا على عقب، واللي كنا متقدمين تحول إلى تأخر كبير جدا، نتيجة عدم ماذا؟ بصيرة ما موجودة، أدت بالنتيجة إلى أن نتراجع وندفع كل أثمان شهدائنا، وفوقها إحنا مطلوبين همين. من سنة 1920 إلى سنة 2003 إحنا ندفع،
ومن اجت سنة 2003 بقوا يريدون نبقى ندفع، ولا زالوا يريدون لحد الآن ندفع. من اللي حررنا من هاي المعادلة؟ حررتنا إرادة تسريع المسار. ثلة أبت أن ترضخ وتحولت في وقتها، قالوا عليهم عملاء، قالوا عليهم خونة، قالوا ما قالوا، لكن النتاج شنو اللي صار؟ عندك مسيرة إلى الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه هذه الأيام، والدولة لأول مرة تقرر أن العطلة يجب أن تكون في هذا الوقت بالذات. مع العلم اللي يرجعون إلى ذيك الأيام يدرون المتدينين شقد كانوا يحيرون شلون يطلبون إجازة، شقد يحتالون، شقد. وعادة ما تكتب تقارير ضدهم أنه ذولا ما أخذوا إجازة، ذولا راحوا للزيارة. العبرة هنا أنا أرجع وأقول ما إلي علاقة بالحراك السياسي، إلي علاقة بأن مسرعات حصلت في حراك المنتظرين أدت إلى أن تتقدم المسيرة خطوات، بل تقفز خطوات كبيرة جدا. الشباب اللبناني قبل لعله قايل أنا بالثمانينات قبل مسار المقاومة، في الثمانينات وقبلها كان الشباب اللبناني ألعوبة بيد الأحزاب العلمانية، وكانوا عادة ما يحركونهم ضد الشيعة، بل كان التقييم الصهيوني آنذاك اعتبار الشيعة رقم في خدمة إسرائيل في ذاك الوقت. لولا أن ثلة من الشباب تتصدى لهم آليات تعمل على تسريع ثباتي أو تسريع الحصول على نتيجة معينة، هسه بيهم شهيد عماد مغنية، بيهم شيخ راغب حارب، بيهم سيد عباس الموسوي، بيهم فلان، بيهم فلان. بالنتيجة تحول المسار إلى ماذا؟ من شباب مترعين بالرفاهية وطلب أساليب الرفاهية وبعيدين جدا عن الحالة التدينية، إلى أم تكتب إلى سماحة السيد حسن تتوسل به أنه اقبل ابني يتقدم إلى جبهات القتال، أريد أقر عيني عند الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. جدت اختلفت الصورة. أقدر أسميها هاي القضية هي مسرعات طرأت على خط الانتظار. هل هي خارج عن عملية الانتظار؟ أبدا، هي في صلب عملية الانتظار، بس استلمها أناس أصحاب بصيرة في أصل قضية الانتظار. أنا أول أمس كان عندي حديث، أو أمس عفوا أمس كان عندي حديث في قم، مدينة قم، وكان الحديث يتحدث عن مسألة الغيبة ومؤديات الغيبة وما المطلوب من الغيبة. وكم يؤلم أن الحديث كان صادم للغاية. بتعبير أحدهم أول مرة نسمع الأمور بهذه الطريقة. هذا هو في داخل المسار مو خارج المسار. لكن لو أن الذين يفكرون بالغيبة على أساس أنها ليست نزهة وليست استراحة وإنما هي مهلة زمانية أعطيت للمتدين لكي يتلافى ما تقاعس عنه أو ما لم تطع عنه الأجيال التي سلفت. مهمتك شنو أنت في الغيبة؟ مهمتك قصتين. القصة الأولى أن الإمام بأبي وأمي حينما غاب لم يجد ناصرا ولا معينا له، هذا أولا. إذن المهمة الطبيعية أوجد الناصر والمعين. والقصة الثانية أنه وجد الظالم متمكنا ومقتدرا. إذن قصة الغيبة يجب أن تكون في موازاة قدرة الظلم، يجب أن يكون هناك قدرة للمؤمنين،
قدرة للموالين، يجب أن يكون ثمة اقتدار حتى يستطيع أن يغاسم. وأنتم تذكرون الرواية المتعلقة بالقوم الذين يطلبون الحق ولا يعطونه. بالبداية لا يعطونه، ليش؟ لأنه ما عندهم اقتدار. الظالم من أخذ حقهم ما يريد يرجعه، ما دام ماكو شيء يلجأ إلى أن يرجعه ما يرجع لهم. يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبون الحق فلا يعطونه، معناها معادلة الاقتدار بعدها مختلة. لما بدت تتوازن فكروا يعطوهم، لما تغلبت المعادلة الاقتدار عند الطرف المؤمن عند ذلك قالوا فلا يقبلون، يعطوهم حقهم فلا يقبلون. متى؟ حينما يضعون سيوفهم على عواتقهم. هنا هذه المعادلة، معادلة الغيبة، هذه المعادلة وين انتهت؟ لو كنت في ذلك الزمن لاستبقيت نفسي للإمام. عجل في فرج الإمام نتيجة عملية التسريع التي حصلت من ماذا؟ من أناس اغتصب حقهم، أرادوه لم يتمكنوا، جهزوا أنفسهم، مرنوا أنفسهم، عايشوا كل ظروف الإعاقة وتغلبوا عليها. حينما تغلبوا عليها أراد الظالم أن يتقرب إليهم، أعطاهم ولكنهم لم يقبلوا إلا بإذلاله. شنو اللي راح يتحقق؟ يتحقق فتوقعوا فرج آل محمد صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد وآل محمد. من تسمع الغيبة بهذه الطريقة وأن المطلوب هو أن تدخل في عملية المسرعات، أن تكون أنت من جملة المسرعات. حتى أضرب مثال توضيحي أكثر، المعامل اللي كانت تشتغل في بلاد العالم كله اللي كانت تعتمد على الآليات الميكانيكية البسيطة جدا مبنية على أساس العامل اللي يكون هو يكبس كل ورقة تيجي يكون هو يكبسها مثلا، إيش قد كانت عملية الإنتاج؟ محدودة جدا. لكن من دخلة التقنيات اللي خلت القضية تتسارع بشكل كبير جدا، بعد ما يحتاجون إلى العاملين، بعد ما يحتاجون إلى الكابسة، وما صارت إلها، دخلت الآن القضية في عالم الروبوتات، ودخلت الآن القضية في عالم التقنيات المتقدمة جدا. عند ذلك ما الذي حصل؟ بدينا نحصل على مئات الآلاف من النسخ في الوقت اللي هذه مئات الآلاف كنا نحصل عليها بسنوات، قمنا نحصل عليها بيوم واحد. هذه المسرعات طلعها من الجانب التقني ووديها إلى الجانب الاجتماعي. شوف احنا مسرعاتنا وين. أنا في الأسبوع الماضي كنت أتساءل هل أن الأمريكيين سينسحبون من العراق لو ما ينسحبون من العراق، راح يطلعون لو ما راح يطلعون؟ ولا شك ولا ريب عندي رؤية أن الأمريكيين لن يتمكنوا من البقاء. هسه شو وقت هاي مسألة أخرى، لكن مسار العمل الذي يحصل الآن بطبيعته لن يسمح لهم بالبقاء بطريقة أو بأخرى، هالشكل بذاك الشكل، سواء من الجانب السياسي أو من الجانب المقاوم أو من جانب الممانعة الشعبية. في ذاك الوقت الأمريكي ما يقدر يبقى، ما يقدر يستمر. من يجي فلان الفلاني ويقول بابا هذه أمريكا، أنت شنو معقولة أنت تفكر بهذا المستوى من التخلف؟ هذه أمريكا. من عندك هذه الهزيمة النفسية في داخلك قطعا أنت لن تنتصر ولا بأي شكل من الأشكال. إذا ما ترجع إلى قانون الانتظار وتفكر بذاك الأمل الذي يعطيك إياه الانتظار، بذاك الوقت أنت راح تبقى محكوم بمعادلة إنها قريش ما ذلت منذ أن عزت، راح تبقى محكوم. والعجيب هنا الذين قالوا
لرسول الله في معركة بدر إنها قريش ما ذلت منذ أن عزت أول من هرب من معركة أحد هم هؤلاء، وأول من رفض الاستجابة لرسول الله في معركة الأحزاب هم هؤلاء، وأول من هزم في خيبر هم هؤلاء، وأول من هرب من رسول الله في غزوة حنين هم هؤلاء. من اللي بقوا؟ بقوا مجموعة اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذه الإرادة، ما فكر بالنتيجة، فكر بالواجب والمسؤولية. ما فكر ينتصر لو ما ينتصر، أنت ويا ربك ما تتعامل بحسبة، تطيني أنا أسوي، ما تطيني ما أسوي. هذا مو تعامل مبني على أساس العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى. الله قال لنا من تريدون تسيرون في مساري قدامكم قصتين، في تعاملكم مع العدو أولا مثل ما أنتم تتألمون هم هم يتألمون، لكن أنتم عندكم امتياز أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. إذا أنت هذا الرجاء اللي عندك اللي هو الأمل اللي إحنا نتحدث عنه، إذا هذا الرجاء مسحوب من عندك وما سمحت لنفسك أن تكون من النفوس المرتجية، أنت مهزوم حتما، ما يمكن لك أن تستمر بهذه الطريقة ما دام أنه أنت في داخلك منهزم من العدو. مع أن يعني قتال العدو في داخل النفس هو قتال نفسي مو أكثر من ذلك، قصة أفكار. من تستسلم إلى نفسك راح تكون مستسلم إلى الشيطان، والشيطان لن يعطيك أملا أبدا، وإنما سيبقى يوسوس إلى أن تصاب أنت بالإحباط وتهرب من المعركة، تخرج من المعركة. في الوقت الذي تتطلب مثل هذه المعارك مثل هذه المسارات، الصبر الطويل والمصابرة والمثابرة. والله يعلم ماذا كان يمكن أن يحصل في عصر الغيبة لو أن شغلة المسرعات كان قد انتبه إليها السلف الأول، أجدادنا الأجيال السابقة لو أنها التفتت إلى أن الغيبة المطلوب منها هي هذه القضية تحديدا، قضية أن الاقتدار يجب أن يقابل بالاقتدار، والمنعة يجب أن تقابل بالمنعة، وشيئا فشيئا إلى أن تنمو الأوضاع. هل كان يمكن أن نشوف الآن إحنا داخلين على بعد شهر أن يكون عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه 1186 سنة؟ كان ما وصلنا إلى هذه النتيجة. وأرجع أضرب المثال، لولا أنه مسار الانتظار يدخل عليه رجل كالإمام الخميني قدس الله روحه الزكية، ما شفنا الأمور تتسارع بهذه الطريقة، ما كنا نشوفها. لو لم يكن السيد السيستاني الله يديم ظله في مواجهة مجرمي داعش، انظر الآن إلى القضية، لو استمرت على أساس ألاعيب السياسة وعلى أساس أن المؤمن ما له دخل بهالسوالف، اليوم إحنا وين نصير؟ بيا وضع نصير؟ إجا سماحة السيد الله يديم ظله فعل مشروع التسريع، حول الأمور الكمية إلى أمر نوعي عبر سطرين كتبهم في ضرورة الجهاد أو في وجوب الجهاد الكفائي. قبل الجهاد الكفائي شنو عندنا؟ عندنا آحاد كثيرة جدا من المؤمنين، لكن هم مجرد آحاد، من يعملون لأنفسهم لأفكارهم الخاصة أو ما إلى ذلك، متدينين لا شك ولا ريب، مؤمنين لا شك ولا ريب، لكن ما عندهم منظومة تؤدي بهم إلى استحصال النتيجة. أجي هذا الرجل خلى المنظومة أمام أعينهم، روحوا إلى الجبهة. لو كان
الأمر متروك إلى هؤلاء المنهزمين نفسياً أولاً، أو متروك إلى أولئكم الأناس الذين يريدون تهيئة العربة قبل تحمل المسؤولية؟ روح هيئنا العربة، جهزنا إياها، أثثها وما إلى ذلك، بتعبير المثل أن نشتري العربة، نهيئ العربة قبل ما نشتري الحصان. هذا اللي يريد يجي ويقول له للسيد السيستاني شنو يابا، احنا نروح للجهاد، لا متعلمين سلاح، لا نعرف، لا كذا، ما عندنا تخطيط، ما عندنا قدرة، القصة كبيرة، قصة مؤامرة عالمية، شي فضل شي أطلابة هذه. شنو اللي راح يصير؟ داعش تفوت وتسحق الأولين مع الآخرين، وبيبقون ذول يفكرون ها هاي القضية ما ترتبت، والمشكلة بهذا فلان، والمشكلة بذاك علان، وما إلى ذلك. لكن إجت الفتية بآلية، هذه الآلية سبق لأئمتنا انطلقها، المرجع المتصدي إذا ما حكم عليكم بحكم يجب التنفيذ، يجب التنفيذ. طلعت الناس، الغريب أنه اللي طلعوا مو من النخبة، ما أقول غريب، أنا بالنسبة لي كلش متوقع، يعني مو من النخبة، من ذولا اللي يتفذلكون بالأحاديث وما إلى ذلك، أصلاً ما طلعوا من ذولا، ذولا المكلبين بالتلفزيونات 24 ساعة يصرح ويسوي مؤتمر صحفي وما إلى ذلك، ما طلعوا من ذولا، طلعوا الناس العاديين جداً، لكن هؤلاء العاديين جداً تحولوا إلى أقمار. اليوم احنا جلسنا في فاتحة المرحوم عبد الله العتفي رحمة الله عليه، طفل، الله وكيلكم اول ما اجب، بعد ما بالغ الحلم، حتى انا يعني ويا مسؤول اللواء في وقتها لواء 28 عاتبته لا تقدمه، هذا طفل، لكن كان جاي بإصرار شديد. اليوم تحول إلى نجم، لو باقي على عقلية أنه هذا طفل ومن قدمه وذاك ما أدري شنو، هذا خطية وما إلى ذلك، لو لم تكن الفتية بذاك الوقت شنو اللي راح يصير؟ من نتعرف في داخلنا على أقمارنا، إحنا مشكلتنا من نعرف أنفسنا حقيقة، من نقدر أنفسنا. أنا اليوم في الظهيرة تحدثت عن هذا الأمر، ما أريد أعيده، لكن أعتقد واحدة من أهم المشاكل التي يعايشها أحباب الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، أو دعني أقول محبي الإمام المنتظر، أنهم لا يعرفون قيمة أنفسهم ولا يقدرون هذه القيمة. أنت معد لقضية تريد أن تقاتل العالم، كل العالم بها، هذا مشروع إقامة حضارة، مو مجرد والله حزب سياسي جاي يشكل وبالنتيجة ننصر لو ما ننصر، نصوت لو ما نصوت، قصة مو هذه. والقصة ما تحتاج إلى أنه توفر لنا إمكانات نطلع، تطونا نطلع، ما تطونا ما نشعر، وأنه قصة تحمل مسؤولية. أمير المؤمنين في معركة خيبر كان أرمداً، وما يشوف، اجى امر الرسول صلى الله عليه واله، علاجه كان سهل على رسول الله صلى الله عليه واله، لما امر بامر اتقدم، شو وقت اتقدم؟ في ظرف نفسي سيء للغايه عند المسلمين، 3 مرات يروحون، يرجع القائد اللي دز رسول الله صلى الله عليه واله بتعبير الطبري يجبن الناس والناس يجبنونه، 3 مرات. بعد ذلك من يقول سأبعث غدا، ويطي هاي المواصفات للجيش المنكسر، شنو؟ ما راح تأثر عليه القضية، هو النبي جاي يقول لهم هم ما التزموا به، رجل كرار غير فرار، معناه معتمد عليه وحده هو،
البقية ما لهم وجود. كان يقول أنه سأبعث عليهم جماعة غدا يحبون الله ويحبونه وإلى آخره. قال سأبعث لهم رجلا، قضية تحتاج إلى رجل عنده بصيرة كافية. أمر الرسول اتقدم هناك، قال الرسول صلى الله عليه وآله ملاحظة أخرى، خشي علي بن أبي طالب أن يدير ظهره من ساحة إلى ساحة المعركة. بقي واقفا وقال للرسول ماذا أفعل؟ يعمل بالتكليف، ما له علاقة يموت يحتي ما إلى ذلك، الأرض مجهزة ما مجهزة، عليه عدة تكليف، عليه أن يعمل بالتكليف. قصة التكليف يا أخوانا الأعزاء قصة من أعظم المنح التي أعطانا الله إياها حينما نريد أن ننهض بواقعنا وننهض بأمتنا. من دون عقيدة التكليف أنت ما تقدر تحقق أي شيء، لأنه المهمة صعبة للغاية، أنت جاي تجابه بعد أن ملئت الأرض بماذا؟ ظلما وجورا. أنت ما مو قدامك البساط الأحمر وقال لك تعال، أو الحقول الخضراء اليانعة وما إلى ذلك وقال لك تعال امشي تونس، وإنما قيل لك أن الأرض يحكمها أهل الظلم والجور. أعتقد واحدة من المسرعات الأساسية في حراك الانتظار بل في حراك الغيبة هي أنك تعتقد بأنك تستطيع أن تهزم هؤلاء، تستطيع أن تضر بهم. من تجي هاي القضية؟ تكليف، أن تعمل بتكليفك. تكليفك شنو؟ قطعا تكليفك يختلف عن تكليفي، تكليفي يختلف عن تكليفك، كل واحد حسب قدرته واستطاعته. ما أريد منا أن نصنع المعجزات، لكن العمل بالتكليف يؤدي إلى صناعة المعجزة. ولا الأمريكيين يقولون داعش يراد لها 30 سنة، والسيد السيستاني يجي يحولها إلى 3 سنوات، هذه معجزة. 3 سنوات وبعد ذلك تستمر عملية ضمان الانتصار كل هذه الفترة، حاولوا أن يعيدوهم، لا تتصور أنه استسلموا الجماعة، لكن لأنه أصحاب البصائر بعدهم واقفين بذاك الوقت، شنو اللي راح يصير؟ راح يصير أنه السد والمانع وأجواء الردع سوف تبقى هي المهيمنة. بلينكون قبل أيام يتحدث ويا السوداني في مسألة الانسحاب، قال له إذا انسحبنا ترى راح ترجع داعش، يهدد بأنه ترجع داعش، وإن كان ظاهر كلامه ترى عود إحنا اللي مانعين داعش، بس إحنا ننسحب راح ترجع داعش. هو اللي مانع داعش؟ لأولاد الملحة اللي هم وقفوا دافعوا صبروا، وذن النساء اللاتي يجي ابنها مستشهد ملفوف بعلم تهلهل، قريت عيني عند فاطمة الزهراء، هذه أمة تنتصر، هذه أمة تلتزم بمناهج تسريع الفرج. على أنه أرجع وأقول في تخطيط أهل البيت العام هم أوجدوا حراك يتجه بالنتيجة يصل إلى النتيجة، لكن في داخل حراكهم وجهوا خطاب إلى نخبة المتدينين، وهنا المنتظر عليه أن يفقه هاي اللغة. خطابهم مو مثل خطاب الآخرين، خطاب الآخر يروح صير خوش آدمي، خطاب العام صير خوش آدمي، أما خطاب الخاصة من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. إذا رأيتم أهل الريب والبدع فباهتوهم، إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه. أمثال هذه الكلمات وجهت إلى الخاصة، إلى النخبة، إلى الذين
لديهم بصيرة في رؤية النتائج المطلوبة. الإنسان العادي العامي ما يقدر يشوف هاي القضايا، صعب عليه أن يشوفها. لكن من شأنك أنت من تدخل إلى المعركة كصاحب بصيرة تقدر تقود العامي إلى أن تحول إلى رجل معتمد على بصيرة. شوف أنا الآن إحنا في أيام انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الشاه قرر القيام بانقلاب بعد ما فقد البدائل، قرر القيام بانقلاب، قرار أن ينزل الجيش هو ودباباته ومدرعاته وعندهم أوامر بالقتل وهو إلى آخره. شنو كان قرار صاحب البصيرة؟ قرار بسيط جداً بس يحتاج إلى تعاون. قرار يتكون من آحاد، لكن هذه الآحاد خلت إيديها بإيدين بعضها. القرار اللي اتخذه يا جماعة الخير بدل ما تأكلون ببيوتكم اطلعوا بالشارع أكلوا، بدل ما تقعدون ببيوتكم اطلعوا وقعدوا بالشارع. امتلأت الشوارع، البيوت فرغت، الشوارع امتلأت، الدبابات تحتاج إلى شارع لو ما تحتاج إلى شارع، عطلت الدبابات، الناس قاعدة، هذا اللي جايب نرقيلته وذاك وذيك اللي جايب الطباخ مالتها وهذا اللي جايب قاعدين يسولفون كل شيء ماكو. لكن استطاعوا أن يدحروا مشروع من أخطر المشاريع اللي كان موجه إلى الثورة الإسلامية في وقتها. أنا ذكر المجرم صدام في مقابلة لعله مع مجلة الحوادث، ما أدري مجلة الحوادث بعدها تصدر أو لا، وقتها كانت من المجلات المرموقة والمرموزة أيضا في اتصالها بالمخابرات. قال أنا انصحت الشاه بس هو ما التزم بنصيحتي، يقول خابرته، قال له ما جاي أقدر، قال له التظاهرات كبيرة وما جاي أقدر، قال له أقتل منهم 1,000,000 يتأدبون البقية. نصيحة صدام، وما ننتظر من صدام إلا أن يقدم ثلاثة نصائح. لكن في قبال عقلية منها العقليات اللي قالوا أهل طهارة ونجاسة وما لهم علاقة وما إلى ذلك ومتعففين إلى آخره، تعالوا يا ناس وطلعوا، تريدون تصلون صلوا بالشارع، تأكلون أكلوا بالشارع، تشربون تريدون تنكتون هم أقعدوا نكتوا في داخل الشارع. قعدت العوائل بسطت، كل واحد بسط بالشارع، انتهت المؤامرة وأغلق الملف. احنا الله سبحانه وتعالى من علينا بمنة كبرى، عندنا مراجع يفكرون بطريقة مذهلة للغاية ومو على البال ولا على الخاطر. أنا الله يحفظ سماحة السيد في أزمة النجف، وذاك الوقت أنا متصدي ومعني بكثير من هذه القضايا، بوقتها أتذكر اتصل سماحة السيد جواد الشهرستاني حفظه الله تعالى وكيل السيد، قال لي السيد راح يجي إلى البصرة وخلي المؤمنين يطلعون يستقبلون السيد. يشهد الله ويعلم ذاك الوقت أنا هو يحكي رجلي ما تحملت، قعدت بالأرض مباشرة ما تحمل. احنا وين وهذا السيد وين يفكر؟ صواريخ وقذائف ومسلحين من بس الله اللي يدري من يجوا يهمه. الجيش منا مصر والامريكيين منا، وبالاخير النجف واقعة في لب المواجهة. تعالوا يا جماعة الخير استقبلوا سماحة السيد، السيد راجع من العلاج، مو أكثر من ذلك. والله يشهد الله لم أجد في رجلي قدرة الوقوف، رأسا جلست في الأرض، شفت أنه مشكلة طويلة عريضة دخلت بها أمريكا وغير أمريكا وآخرين يفكرون شلون يخلصون،
السيد حلها باقتراح بسيط جدا، تعالوا يا جماعة تعالوا استقبل السيد، نقطة السطر. راحت الناس بعنوان شنو فرحانين السيد جاي، ما عندهم عمق الفكرة، لكن تم إغراق النجف ببحر من الشعب، عزل المسلحين عن الآخرين، سحب السلاح، انتهت القصة، رجعت العتبة العلوية إلى مجراها الطبيعي، وثاني يوم كل شيء. لذلك ذول اللي يفكرون بعدهم يفكرون أن الظرف أصعب من عندنا، أنا أقول الظرف صعب بس إحنا مو فاقدين الآليات. واللي يفكر دائما بالصعوبة لن يصل إلى السهولة أبدا، واللي يفكر أن العدو أقوى منه لن يستطيع أن يقهره ولا بأي شكل من الأشكال، والمثال واضح قدامكم الآن. الصهاينة اللي كانوا يتبخترون طولا وعرضا الآن شوفوهم بيا وضع. اللطيف أنه سكان الجليل شمال فلسطين يقولون أنه إذا نتنياهو قال لنا رجع ما نرجع، كنت سمعت السيد حسن نصر الله يقول لنا رجع يلا نصدق أنه نرجع. ليش؟ لأن الفعل بيدمن. في الفعل من اللي وصلنا إلى هذه الدرجة؟ نعم في المسار أكو اشتباهات تصير، أكو أغلاط تصير، أكو ناس تتصدم مو هي أهل مسؤولية، تصير هذه الأمور مو فد شيء غريب. ليش في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لما فتحت مكة خالد بن الوليد إيش سوى؟ ما صاح اليوم يوم الملحمة؟ وقرار رسول الله شنو؟ اليوم يوم المرحمة. جيت فارق بين الخطابين وبين الآليات اللي موجودة، من اللي نجح؟ يا آلية اللي نجحت، من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن، مع أنه هذا اللعين هو الذي ألب كل هذه الحروب على رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن طبيعة البصيرة والحسابات الدقيقة أدت إلى أن هذا الرجل يدرس تأريخه، يرى بأنه يعتبر هذه القضية مجد إلى هو يروح يعمل على تطبيق أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه نتيجة أمر رسول الله شنو؟ اذهبوا أنتم الطلقاء، أصلا ما حررهم ولا زكاهم ولا غفر لهم. ما ترون أني صانع بكم؟ هم اللي أقروا. أخ كريم ابن أخ كريم، رسول الله أخ وكريم. البارحة كان مجنون وشاعر وسحار وأشكال وأرنان، البارحة اللي كنت تدورون على قتله، لكن مع ذلك صاحب البصيرة إذا كان الأمر كذلك اذهبوا أنتم مطلقا، كل شيء ما عندي وياكم. احتوى الموقف، حول الأمور إلى طريقة مختلفة. للأسف إهنان المسلم من يفقد بصيرته تضيع عليه القضايا، وتخلي أبو سفيان يرجع يركي القبر حمزة ويقول له إيهن يا أبا حنظلة، إن الذي قاتلتنا عليه أصبح لعبة بين أقدام أطفالنا أو أولادنا. من جت هال؟ كثير من الباحثين يقولون عندنا غصة، وين عهد رسول الله؟ ليش اختلفت الأمور؟ لما أنت ما تريد الشخص ليش اختلفت الأمور؟ ليش تجي تسأل هيك أسئلة؟ لما لا ترى الخلل من أوله، بذاك الوقت أنت مو جدي في علاج الأمر. الأمر كان بمنتهى البساطة، أطيع الله وأطيع الرسول، نقطة على السطر، ما يراد لها في شيء. هل أطيع الرسول صلى الله عليه وآله؟ أنا ما راح أجاوب، خلي البخاري يجاوب. البخاري يقول عن الرسول، ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله: أنا فرطكم على الحوض، أنا أسبقكم على الحوض، أنا أوقف على الحوض. توقف على شنو حتى شنو؟
تريد تسقي أمتك بكأس الكوثر، تريد تطيهم كأس إذا ما شربوه لن يضمعوا، مو هي هاي النتيجة؟ فإذا زمر أعرفهم ويعرفوني، هذا الكلام للبخاري، أعرفهم ذول فلان وفلان وفلان إلى آخره. فيخرج رجل من بيني وبينهم فيقول هلموا، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار، والله إنك لا تدري ما أحدث من بعدك. زين، إذا القضية أنت تنقل والصيح الصحابة الصحابة إياكم أن تمسسوا، مو أنت جاي تقول أن هؤلاء يذهبون إلى النار. ثم يرجع الرسول، وإذا زمر أعرفهم يعرفوني، فيخرج رجل من بيني وبينهم فيقول هلموا، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار، والله إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرة. ويرجع يصيح الصحابة الصحابة إياكم والصحابة كذا إلى آخره. عمي أنا ما جاي ألعن الصحابة، هذا الرسول جاي يدخلهم للنار، جاي يدخلهم إلى النار بلسانك أنت مو بلسان أنا. آخر شيء يقول الرسول صلى الله عليه وآله، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل أمل النعم. يعني تبقى الزرافات تجي والوحدان يجون، ويبقى هذا الرجل الذي يخرج من بينه وبينهم فيقول لهم هلموا، فلا أراه من كل هذه الأمة التي أعرفها ويعرفونني، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، قطيع الإبل بي وحدة جربة وحدة عرجة وحدة معضوضة بعضة وحدة مريضة، هذن يسموهن الإبل المهملة لأنه تتأخر عن القطيع، القطيع ما ينتظر. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، النعم الإبل أو القطيع. هذا أنت تقوله، وبعد ذلك تجي الشن عليه تقول أنه أنت تحجون على الصحابة. عمي والله بالله أنتوا جاي تحجون، هذا الكلام كلامكم أنتوا. بالنتيجة شلون تريد أنت ترجع وتقول مين الإعوجاج إجا؟ الرسول جاي يقول بشكل واضح أنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرة. شو هذه القصة يعني صعبة هذه؟ أنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، قصة كبيرة مثلا حتى تفتهمها أنه هؤلاء لم يلتزموا بطاعة الله وطاعة رسوله، ما يحتاج إلى شيء كثير. لكن لما أنت تغلق العقل، تغلق أبوابه بذاك الوقت، تنعى على الآخرين ليش ما وصلتوا إلى طريق النجاة، هذا الإسلام العظيم والقرآن الكريم وما إلى ذلك، وإذا بغريب القرآن غريب في بلاد تدعي أنها كلها تنتمي إلى القرآن، والناس تصيح القرآن دستورنا. عم تضحكون على أنفسكم لو تضحكون على الناس، عن يا قرآن تتحدثون؟ القرآن هو اللي جاي يتحدث وياكم، أنتوا تجون تخالفون مباشرة القرآن وصيح القرآن القرآن. إذا نريد نصل إلى التشخيص الواقع بشكل دقيق، يجب أن نكون شجعانا في مس الخلل وتسمية الخلل باسمه. ما أجي أسميه بابن عمه، كلهم يتحدثون عن المنافق، نزلت سورة كاملة باسم المنافقين. اسألهم جد أكو منافقين؟ هم العدو فاحذرهم. كم واحد منهم؟ روح طالع التاريخ غير عبد الله ابن أبي سلول وأمثاله اللي يقرأ القرآن، خو واضح هذا القرآن يبقى إلى آخر الدهر. عبد الله ابن سلول قصة حصلت في زمن رسول الله وانتهت، مات في وقتها. القرآن وراء بدأ يتحدث عن المنافقين، وهذه سورة التوبة آخر سورة من السورة التي نزلت. شوفوا شو يتحدث عن مجتمع رسول الله،
هم بأنفسهم يقولون سورة التوبة تسمى بالسورة الفاضحة. فضحت من؟ أنتهي إلى هذا الحديث وأقول يا أخوان الأعزاء، لو لم تغتنم فرص التأريخ عند ذلك يمكن أن تتكرر كربلاء مئات المرات بل آلاف المرات. شقد الفرصة في كربلاء؟ شقد تفتكر من حدودها؟ شقد كانت الفرصة؟ ذهبت بسبب إشاعة. إشاعة 12 واحد يجون ويا عبيد الله ابن زياد ويسوي روحه لابس ملابس الحسين عليه السلام، والناس تسلم عليه تقول له السلام عليك يا ابن رسول الله، وهو يومئ لهم. يجي ابن مسلم ابن عقيل إلى هذا المجتمع اللي مصدق بإشاعة ومتصور أنه عدوه هو صديقه، هو إمامه، هو القائد مالته. هذه كلها من تريد تحسبها حساب الزمن يوم واحد. اتصور لو مسلم ابن عقيل في حراك التاريخ تحول إلى المنتصر، شان صار بالتاريخ؟ الآن تأملها، احسبها. فرصة كبيرة اجت إلى هؤلاء الناس لولا عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه. يزيد يخرج إلى الصيد، لا يعود من الصيد، بس قتل ما بأي سبب من الأسباب لم يرجع. أجوا إلى خالد ابن يزيد أرادوا أن يؤمروه، لم يقبل، سقطت بني أمية، سقطوا في تلك اللحظة، سقطوا، ماكو أحد يجي يتولى الأمر. مروان ابن الحكم، هذا الوزغ ابن الوزغ بتعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانتظار يصلح إلى أن يكون مسارا نوعيا. حينما نتفق على أن نجاهد، على أن لا نخاف، على أن نصبر، على أن نثبت، على أن نهزم العدو، يمكن لنا أن نسرع. قد نفشل، قد يحبط المسعى، لكن مسار فيه أن الشهداء أحياء والمجاهدين أحياء ولكن لا تشعرون بذاك الوقت، هذا الشيء اللي اسمه لا تشعرون يتحول إلى شعور عام، يتحول إلى إرادة عامة، يتحول إلى يقظة، يتحول إلى مسرعات الفرج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم ما فيه إسراع لفرج مولانا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.